وفي إطار المشاورات المستمرة بين مصر والسودان، التقى وزير الخارجية سامح شكري نظيرته السودانية مريم صادق المهدي في نيويورك، وذلك لمتابعة التحضير الجاري لجلسة مجلس الأمن اليوم حول قضية سد النهضة الإثيوبي في إطار التنسيق الوثيق والمستمر بين مصر والسودان. كما وصل وزير الخارجية لقاءته مع ممثلي كافة الدول الأعضاء بمجلس الأمن لشرح الموقف المصري من قضية سد النهضة.